مساء الفل وفيديو جديد. والنهارده عايز اتكلم على الصيام، بمناسبة ان الكنيسة القبطية الارثوذكسية ابتدت صيام من يومين علشان صيام الميلاد. وعندي كده كام نقطة عايز اتكلم فيها، بس عشان نبتدي بأهم نقطة، يعني انا لازم اللي ما يعرفنيش، يعني انا عايز اعرفه يعني ان انا عشت من اول ما اتولدت لغايه مثلا 10 سنين فاتوا كنت مسيحي، وكنت مواظب على الطقوس الدينيه زي ما الكنيسه بتقول. طبعا الصيام ما ابتديتوش من وانا في اللفه يعني، بس نقدر نقول ان انا من اول سن مثلا 10 سنين لغايه سن 37 سنه مثلا كنت مواظب على الصيام، ومواظب يعني مش الصيامات الكبيرة بس، الصيامات اللي هو أربع وجمعة وكده يعني. فأنا عندي خبرة ما تقلش عن 25 سنة في الصيام، وقررت قبل ما يعني قبل ما اوصل لقناعه ان كل الاديان بشريه، قررت ان انا ابطل صيام لسبب واحد، وهو ان انا ما لقيتش ان لقيت ان انا مواظب على الصيام وبقالي سنين كتيره بصوم ومفيش اي تغير في حياتي، ولا للأسوأ ولا للاحسن. فهو بالنسبه لي كان حاجه ملهاش اي نتيجه او ملهاش اي مفعول في حياتي يعني. فمبدئيا كده انا بتكلم من خلال خبره شخصيه ومن خلال ملاحظة واضحة جدا لكل اللي عايشين في البلاد اللي مواظبة على الصيام سواء مسلمين أو مسيحيين، وشايفين كلنا إن المجتمع اللي مواظب على الصيام ما فيهوش أي تحسن، وزي ما هو قاعد في نفس المربع اللي هو مربع صفر، ومفيش أي تطور أو أي تقدم في السلوك أو الأفكار بتاعة المجتمع اللي مواظب على الصيام سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى المجتمع ككل يعني. في اعتقاد أنا في رأيي حديث بيقول إن الصيام ده وسيلة أو حاجة ربنا قال لنا عليها علشان نحسن من سلوكنا أو نبقى أحسن أو نبقى شخصيات أفضل. وانا الحقيقه معرفش مصدر الكلام ده ايه، ولكن كل النصوص الدينيه وكل القصص الدينيه ما بتجيبش سيره الهدف ده في الصيام. يعني كل الاهداف اللي موجوده في النصوص الدينيه ما فيش ولا واحده منهم بتقول احنا لازم نصوم علشان نبقى شخصيات افضل، او علشان نبقى ما ننفعلش زياده، او نبقى بني ادمين اهدى، او نبقى بني ادمين عندنا انسانيه اكتر. ما فيش اي ذكر للموضوع ده غير الكلام اللي بين الناس النهارده. يعني احنا لو مسكنا الناس بتوع 500 سنه فاتوا مثلا، ما فيش ولا واحد فيهم هتلاقيه بيقول احنا محتاجين نصوم علشان نبقى شخصيات افضل، ما فيش. فعلشان يعني ناكد الكلام المعلومه دي محتاجين نشوف واحده من اهم الصلوات اللي بتتقال في الكنيسه. انا هتكلم من خلال خلفيتي المسيحيه لان انا شخص مسيحي، كنت مسيحي وعارف التفاصيل بتاعت المسيحية أكتر من الإسلام، ولكن نفس الكلام اللي أنا هقوله على المسيحية ينطبق على الإسلام، لأن هما في الآخر نفس الكونسبت ده ونفس المبدأ يعني. فتعال نشوف الكنيسة وقت الصيام بتقول إيه. فدي المفروض إن دي صلاة تتقال في القداس في أيام الصوم الكبير. فالكاهن بيقول أيها السيد الرب الإله ضابط الكل الذي أرسل ابنه الوحيد إلى العالم وعلمنا الناموس والوصايا المكتوبة في الإنجيل المقدس. يبقى هو بيقول إيه؟ إحنا الريفرنس بتاعنا الناموس والوصايا المكتوبة في الإنجيل المقدس. الحاجات دي علمتنا إيه؟ أن الصوم والصلاة هما اللذان يخرجان الشياطين، إذ قال إن هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصوم والصلاة. أنا الحقيقة يعني أنا كواحد ما غير مؤمن او غير مقتنع بوجود شخصيه اسمها الشيطان،
بس هل اي واحد، انا واحد صمت مثلا قعدت 27 سنه بصوم، هل انا او اي واحد بيصوم عنده القدره على اخراج الشياطين او الادعاء ده؟ انا ما يتهيأليش يعني، انا كل الناس اللي اعرفهم ولا حد ليهم اي علاقه بالموضوع ده، ولو شاف حد متخيل ان عليه شطار هتلاقيه بيجري منه وبيبعد عنه لان هو ما خايف يعني. ففكرة ان هو دي برضو ما بتتكلمش على ان هو اصلاح النفس خالص يعني. يخش بقى في الفقرة اللي بعدها يقول لك الصوم والصلاة هما اللذان رفع إلي إلى السماء وخلص دانيال من جب الأسود، اللي هو يعني عايز يقول ان الصوم والصلاة هما دول اللي أنقذوا دانيال من المحنة أو الشدة اللي هو كان فيها. وانا برضو عايز اسال سؤال لكل الناس، الناس في مصر بقالهم من ساعه ما اتولدوا لغايه النهارده وفي طول ازمانهم قاعدين بيصلوا ويصوموا، والاحوال متنيله بنيله، والاسعار عماله تغلى، والحياه بقت اصعب وعماله تصعب، يبقى الكلام ده ما ملوش اي مفعول على الواقع يعني. هو ده كلام يعني، مبدئيا فكرة إيليا ده إن هو طلع للسما دي حاجة محدش يقدر يثبتها، وأنا شخصيا مش مقتنع بأي حاجة ميتافيزيقية، ولكن هنفترض إن المضمون الكلام إن هو الصوم والصلاة بينقذوا الإنسان أو بينقذوا المجتمعات من المشاكل. على أرض الواقع المشاكل موجودة في مصر وفي دول كتيرة، والناس بتصوم وتصلي ومفيش أي حاجة بتتغير، مفيش أي حاجة بتتحل. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهم موسى حتى أخذ الناموس والوصايا المكتوبة بإصبع الله. برضو دي حاجة أنا مش مؤمن إنها حصلت، مفيش حاجة اسمها كده. ولكن أنا ما شفتش واحد مثلا بيصوم ويصلي وراح ربنا كلمه وقال له أي حاجة، مفيش، ما شفناهاش يعني، وما أظنش إن في حد يقدر يدعي الإدعاء ده. أهم نقطة بقى في الصوم والصلاة هو الفقرة اللي جاية، وهي الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما أهل نينوى فرحمهم الله وغفر لهم خطاياهم ورفع غضبه عنهم. هو ده أهم سبب معلن في المؤسسات الدينية والنصوص الدينية للصيام. الصيام هو وسيلة يؤمن بها المؤمن انها بتخلي ربنا يسامحك على حاجات انت عملتها وحشه ويرفع غضبه عنك. اهل نينوى دول هم المفروض الاهل السكان المدينه اللي كان يونان او يونس رايح لهم علشان هم كانوا بيعملوا الفحشاء والخطايا وكل الذنوب اللي في الحياه، وربنا بعت يونان علشان يخليهم يبطلوا اللي هم بيعملوه. فهو يعني لما المفروض لما راح لهم يعني الناس دي سمعت كلامه وهم صاموا وصلوا علشان ربنا يغفر لهم الخطايا اللي هم عملوها. فهو ده السبب الأساسي والمعلن واللي محدش يقدر ينكره. وفي الآخر الناس بتصوم وتصلي مش عشان تبقى أحسن، الناس بتصوم وتصلي علشان ربنا يتحنن عليهم ويغفر لهم خطاياهم. من ضمن القصص المشهورة اللي المفروض تكون مشهورة وأي واحد مؤمن يكون عارفها، مسيحي يعني قبطي بالذات، هو الأسبوع اللي تم إضافته للصيام الكبير، وهو أسبوع الاستعداد اللي هو اسمه اسبوع الاستعداد النهارده، ولكن الاسم الحقيقي بتاعه هو اسبوع هرقل. اسبوع هرقل ده عباره عن قصه معروفه، المفروض اي واحد يعني مهتم بالتاريخ الكنيسه يبقى عارف اللي حصل في الفتره في القرن الخامس اللي هو 600 ميلاديه، او يعني حاجه اراوند 600 ميلاديه، كان في خلاف بين المسيحيين في الشام ومصر واليهود اللي موجودين في المنطقه، وحصل اعتداءات بين الاثنين، وغالبا اليهود عملوا عملية فيها اعتداء على المسيحيين، فالمسيحيين كانوا عايزين يتخلصوا من اليهود. وكان في نفس الوقت ده الحاكم الروماني اللي موجود في المنطقة
مدي عهد لليهود ان هو مش هيأذيهم ومش هي مش هي مش هيضرهم يعني. فالمسيحيين اللي في الشام وفي مصر راحوا لهرقل وقالوا له احنا عايزينك تخلصنا وتقتل اليهود اللي موجودين، علشان اليهود دول عملوا حاجة غلط فينا يعني، واحنا عايزين نخلص عليهم. طبعا بقى مفيش ولا تسامح، ولا من ضربك على خدك الايمن حول له الاخر ايضا، مفيش كلام ده. ففكره انه المسيحيه والتسامح والمعرفش ايه ده على في ارض الواقع في التاريخ ما بيحصلش. فالمفروض يعني ان هرقل قال لهم انا ما اقدرش اعمل كده، انا لسه متفق معاهم ومديهم الامان وما اقدرش اعمل كده، ولو عملت كده هبقى بعمل حاجه غلط. قالوا له ما مالكش دعوه، اعمل اللي احنا عايزينه، واحنا هنصوم عنك كفاره لمده اسبوع كل سنه. ومن هنا جاء اسبوع هرقل، او اللي يعني بعد كده بقيه الكنائس تقريبا اغلبها بطل يصومها، بس لغايه دلوقتي الاقباط لسه بيصوموها. وهو واسم الاسبوع ده بدل ما كان اسبوع هرقل بقى اسبوع الاستعداد. ففكرة ان انت تقول ان الصيام هدفه ان انا اتحسن وان انا ابقى انسان افضل، دي فكرة مش مذكورة ومش ملهاش اي ذكر في التراث او النصوص الدينية باي شكل من الاشكال. تعالى بقى ناخد القصة الفكرة بتاعت ان الصيام بيحسن من الانسان، ونشوف هل الكلام ده فعلا ليه اي اساس علمي. يعني هل في مثلا دراسات بتقول ان الانسان لما يصوم او لما يمتنع عن الاكل لفتره معينه من الوقت ده بيخليه انسان افضل؟ واذا كان الكلام ده حقيقي يبقى ماشي نشوف، يبقى الصيام ممكن يكون ليه فايده على سلوك وافكار الانسان وتصرفاته. أنا الحقيقة مهتم جدا بالمواضيع اللي ليها علاقة بالسيكولوجية بتاعت الإنسان وبالتصرفات بتاعت الإنسان، وقريت كتب كتيرة في الموضوع ده. ومن ضمن الكتب دي كتاب مهم اسمه Thinking Fast and Slow. Thinking Fast and Slow ده بتاع عالم في علم النفس كتب الكتاب بتاع Thinking Fast and Slow اسمه دانيال كهانمان، والراجل ده أخد جائزة نوبل. يعني هو الراجل ده مشهود ليه بالعلم وبال إن هو متمكن في المجال بتاعه، والكتاب بتاعه ده من الكتب الأساسية في أي واحد عايز يفهم الطبيعة البشرية. فهو باختصار الراجل في الكتاب بتاعه بيقول إن المخ بتاع الإنسان، ما في الآخر تصرفاتك دي سببها المخ بتاع أي بني آدم. المخ ده هو شبه المخ بإن هو جهاز عامل زي في تو سيستمز او في طريقتين ان هو يشتغل، سيستم 1 وسيستم 2. سيستم 1 ده اللي هو سريع وسبونتينيوس وعفوي وبيتصرف بسرعه ومش محتاج لتركيز وتفكير، واغلب الوقت الانسان بيبقى شغال على سيستم 1 ده. وسيستم 2 هو السيستم اللي محتاج وقت ومحتاج ان انت تركز وبيكونسيوم طاقه، بيستهلك طاقه اكبر، وهو ده اللي مسؤول عن التصرفات المنطقيه او التصرفات العقلانيه. سيستم 1 اغلبه انفعالي عاطفي متهور، ممكن ياخد قرارات مش سليمه، معرفش كل الكلام ده. وبقيه الكتاب بيتكلم على بقى انواع الانحيازات المعرفيه اللي ممكن تاثر على الانسان وتخليه يلجا لسيستم 1 مش سيستم 2. من ضمن التجارب اللي عملوها وليها علاقه بموضوع الصيام او الانقطاع عن الاكل او نقول الجوع، ان الانسان لما يبقى جعان او منقطع عن الاكل لفتره طويله سيستم 1 هو اللي بيشتغل. وسيستم 1 ده زي ما احنا اتفقنا كده ما ينفعش تعتمد عليه في اي حاجه كويسه او حاجه تبقى واثق في نتائجها، لان السيستم 1 ده دايما بيبقى فيه مشاكل. فمن ضمن التجارب اللي اتعملت على جادجز اللي هم قضاة، لقوا ان في قضاة المفروض ان هم اليوم بتاعهم بتقسم لثلاثة بريكس، وكل بريك في بياخدوا ميل يعني بياكلوا اكله يعني.
فلقوا ان القاضي ده بيجي له طلبات كتيره لناس محبوسه وطالبه الافراج او ان هم يطلعوا بكفاله او حاجه كده. فلقوا ان القاضي لما يبقى لسه واكل ومرتاح وما عندوش اي تعب ومش جعان، بيبقى نسبه الافراج اللي هو بيديها للطلبات بتبقى اعلى بكتير من نسبه الافراج اللي هي تقريبا بتوصل للصفر لما يبقى الراجل في نهايه يومه او في ان هو في الوقت اللي هو جعان فيه. وبالتالي نطلع بنتيجه ان الصيام او الامتناع عن الاكل لفتره من الزمن او احساسك بالجوع بيأثر على تصرفاتك وبيأثر على سلوكك بطريقه سلبيه مش بطريقه ايجابيه. ففكرة ان انت تقول انا الصيام ده بيخليني انسان احسن، ده عمليا وبالارقام وبالاحصائيات مش حقيقي. في تجارب تانية طبعا انا ممكن نقعد نجيب للصبح يعني تجارب، بس انا جبت لك واحدة من الكتاب ده وجايب لك سايت تاني من قناة معروفة بتقول why you shouldn't make decisions on an empty stomach according to science، اللي هو ليه ما ينفعش تاخد قرار مهم او اي قرار وانت على معدة فاضية او جعان. نفس الكلام اللي اتقال في التجربة الأولانية هو ان الانسان لما يبقى جعان وتعبان تصرفاته وسلوكياته ما بتبقاش احسن حاجه. ففكره ان انت تقول الصيام هو وسيله علشان ابقى انسان كويس، مبدئيا النصوص الدينيه والتراث الديني ما فيهوش اي ذكر للكلام ده، ثانيا علميا الكلام ده مش حقيقي ومش مظبوط. في ناس بتقول لك طب الكنيسه مش بتقول نمتنع الاكل، وده مش حقيقي لان هو الصيام هو عبارة عن امتناع الأكل لفترة معينة وبعد كده تكسر صيامك بأكل بأي أكل. ده الصيام المتعارف عليه في كل حتة في العالم ما عدا الكنيسة القبطية اللي هي بتقول إن أنت المفروض تمتنع عن الأكل لفترة من الوقت. دي حاجة بقى تحددها مع نفسك لغاية الساعة 12 لغاية الساعة 3 لغاية الساعة 5 وات ايفر أنت عايز تصوم لغاية إمتى، أو تمتنع عن الأكل لفترة شكلها إيه، وبعد كده تاكل أكل فيجن أو تاكل أكل نباتي. دي حاجة زيادة في الكنيسة القبطية. فهل الأكل النباتي فعلا أكل مفيد وصحي؟ تعالى برضو نشوف العلم بيقول ايه، لان في ترند وناس بتقول بتدعي ان اكل اللحوم اكل مش مظبوط وان احنا لازم ناكل اكل نباتي والاكل النباتي ده اصح للجسم من الاكل اللي فيه اللحوم وكده. الحقيقة ان الكلام ده برضو علميا مش صح. الانسان هو كائن المفروض ان هو بياكل النباتات وبياكل اللحوم وبياكل والدايت بتاعه او النظام الغذائي بتاعه المفروض يكون موجود فيه كل انواع الاكل. فالناس اللي بتاكل بلانت بيست دايت او اللي هي الناس الفيجن، الناس دي لقوا ان عندهم ديفيشنسيز في عناصر مهمه الجسم بيحتاجها. العناصر المهمه دي زي بي 12، اوميجا 3، كالسيوم، زنك، ايرن الحديد، ماجنيسيوم، وهاي كواليتي بروتين. الجسم بتاعنا محتاج الحاجات دي. الناس الفيجنز اللي ما بياكلوش الحاجات دي محتاجين ياخدوا سبلمنتس بالحاجات دي لو هم عايزين يعيشوا فيجن. ولكن الانسان الطبيعي، الانسان اللي عايز يعيش حياة صحية لازم يبقى عنده بالانس دايت، والبالانس دايت ده زي ما بياكل نباتات المفروض ياكل لحوم وبروتينات. ففكرة ان الفيجن دايت ده حاجة كويسة ده علميا مش حقيقي، وبنشوف ناس كتيرة فيجن وفعلا صحتهم بتبقى وحشة ومش كويسة وبيضطروا ان هم ياخدوا سبلمنتس او بياخدوا مكملات غذائية علشان يعوضوا النقص في الاكل اللي هم ما بياكلوهوش. ضيف على ذلك بقى ان انت في مصر او العادات الغذائيه ان انت بتاكل زيوت كتير، بتاكل اكل محمر كتير،
وده بيأثر على الجسم بصفة عامة بطريقة سلبية مش طريقة إيجابية. آخر حاجة، ودي يمكن موجهة أكتر للناس اللي بتدعي إن الانترميتنت فاستنج هو زي الصيام، وده ادعاء مش مظبوط، لأن الانترميتنت فاستنج اللي لغايه دلوقتي ما فيش اي حاجه مؤكده بتقول ان هو مفيد، ولكن في اشارات ان هو ممكن يكون بيحسن الاميونيتي سيستم او جهاز المناعه، ممكن بيساعد في تقليل الوزن، وممكن بيساعد في تقليل الانفلاميشن او الانفلاميشن اللي هو الاورام. ده ممكن يكون حقيقي، بس المؤكد ان الانترميتنت فاستنج او الصيام المتقطع ما بيكون لازم فيه واساسي فيه ان انت تكون بتشرب ميه او بتشرب سوائل. ليه؟ وده مختلف تماما عن الصيام بتاع الاديان اللي بيبقى فيه امتناع عن الاكل والشرب. فنخش على الاضرار بتاع الدراي فاستنج، اللي هو الفاستنج او الصيام بدون ميه او بدون سوائل. الاخطار بتاعت الصيام من غير ميه، مفهوم طبعا ان انت هيجي لك عطش، هيجي لك نوزيا اللي هو احساس ان انت غمران النفس، ماسل بين، وجع في العضلات، هيدك، صداع، تايرنس، ان انت تحس ان انت تعبان، وهارت بيرن ان انت عندك مشكله في المريء. الحاجات دي اهم مشكله هو الديهايدريشن، ان انت عندك جفاف، والجفاف ده بيأثر على الوظائف الجسم وخاصه الكلى، وانت كده كده بتفقد سوائل حتى لو الكدني بطلت تطلع بول. انت في 3 حاجات الجسم بيتخلص بيها من السوائل، هو العرق والرئة والكدني. الكدني لو انت ما اديتهاش ميه ممكن ما تشتغلش، ودي حاجه برضو بتأثر عليها، انما انت هتفقد سوائل كده كده حتى لو الكدني مش بتشتغل. ففكرة ان انت تدعي ان الصيام، الانقطاع عن الاكل من غير مية، من غير ما تشرب مية، هو زي الانترميتنت فاستنج، هو ده ادعاء يعني للأسف في نوع من انواع ال نقول ايه التدليس، ان هو انت بتحاول تلاقي حاجة مفيدة شبه حاجة انت اتفرضت عليك علشان تقول انها حاجة مهمة او حاجة مفيدة. وده اكتر للناس اللي بيصوموا صيام منقطع عن الاكل والشرب، وده طبعا في مشكلة عند المسلمين ان هم رابطين الانقطاع عن الشرب، الاكل والشرب ده بالزمن، بالتوقيت بتاع اليوم، اللي هو نستنى لغايه المغرب لغايه ما الشمس تغرب. طب انت عايش في كندا، كندا في الصيف الشمس بتغرب متاخر قوي الساعه 9 ولا 8، ولو انت في الشتاء الشمس بتغرب الساعه 4، وبالتالي لو انت قاعد في حته تانية، لو انت قاعد في البرازيل ولا قاعد في الجنوب، العكس بيبقى حاصل، وفي اماكن بيبقى فيها الليل قصير جدا والنهار طويل جدا والغروب بيحصل متأخر جدا. فالفكرة أصلا فكرة يعني أنا في رأيي ساذجة جدا، وما فيهاش أي نوع من أنواع الكونسيستنسي، يعني هي مش متسقة مع نفسها. يعني أنت لو عايش في مصر غير لو عايش في هولندا، غير لو عايش في أمريكا، غير لو عايش في الشمال، غير لو عايش في الدول الاسكندنافية، اللي هو حاجة فيري راندم، وواضح قوي إن اللي عملها ما كانش عارف، ان ما كانش خرج من المنطقه اللي هو عايش فيها، وما يعرفش ان الغروب ده مواعيده بتختلف من مكان لمكان يعني. وفي نفس الوقت الانقطاع عن الاكل لمده طويله بدون ما يكون فيه سوائل هو شيء مضر، وبيعمل نفس المشاكل بتاعت الجوع، ان انت لما تبقى جعان مش هتبقى قادر ان انت تتصرف كويس، او يبقى انت حكمك على الاشياء
مظبوط. فالليله دي كلها الصراحه انا عارف ان الناس كتيره متعوده على الصيام، وبتلاقي ان في الصيام دي ان هم بيشاركوا بعض في حاجه واحده، ان هم كلنا صايمين مع بعض، كلنا بنفطر مع بعض، كلنا بنعيد مع بعض، ما اعرفش ايه، وده الجانب الاجتماعي من الموضوع. بس هل ده ليه تأثير إيجابي على المجتمع أو على الأفراد؟ الإجابة علميا ومن خلال الملاحظة لا تماما. والدليل إن المجتمعات اللي هي المجتمعات المتدينة اللي بتحافظ على الصيام وبتواظب على الصيام ما بتعملش أي بروجرس، ما فيش أي تقدم أو تطور في حياتها، واللي فيه بيصبحوا فيه، اللي بيصبحوا فيه يناموا فيه ويفضلوا يعيدوا نفس الكلام ونفس الأفعال ونفس التصرفات كل سنة وكل موسم، ومفيش أي تغير حقيقي بيحصل في حياته. يمكن آخر حاجة، ودي حاجة أنا شخصياً قررت إن أنا أعملها، هو إن أنا عايز أقيس سلوكياتي، أو عايز أقيس هل انا بتطور مع الوقت ولا لا. ودي حاجه المفروض كل واحد يعملها علشان يقيس هل الممارسه اللي هو بيعملها دي، يعني انت بتروح الجيم المفروض تعرف تقيس اذا كان انت صحتك اتحسنت ولا لا، وزنك قل ولا لا، فانت المفروض تقدر تقيس البروجرس او التطور بتاعك، هل هو للافضل ولا للاسوأ، ولا مفيش تغير. فعلشان تعمل كده انا نويت يعني ان انا ستارتنج من اول السنه ان انا هبتدي اعمل لوجينج، او ان انا هعمل يعني هدون المرات اللي انا هنفعل فيها مثلا. وبالتالي هعرف اقيس هل انا مستوى الانفعالات بتاعتي ثابت مع الوقت، يعني هل انا لو هنفترض ان انا في يناير انفعلت 3 مرات، وفي فبراير 3 مرات، وفي مارس 4 مرات، يبقى كده انا مفيش تغير بيحصل. انما لو انا مثلا كنت بنفعل في يناير 10 مرات، وبعدين في فبراير بقيت بنفعل 7 مرات، وفي مارس بنفعل 5 مرات، ووصلت ان انا على اخر السنه بنفعل مره واحده في الشهر، يبقى في بروجرس، يبقى في تطور بيحصل في السلوكيات بتاعتي. فانا بدعو اي واحد واي واحد بيسمعني ان هو يعمل كده، سواء بقى بيصوم او لا، بس علشان يقيس هل هو إنسان بيتقدم لقدام ولا زي ما هو، ولا هو الموضوع بيبقى أسوأ. فدي على الأقل أهي فرصة إن إحنا طالما في ناس هتصوم، ومعرفش بقى مين سمعني بيصوم، بس عامة يعني أنا بقول لكم إن أنا عن تجربة شخصية ما استفدتش، ولقيت حاجات تانية ممكن تكون مفيدة، بس محتاج إن أنا طبعا يبقى عندي البروفس أو الدليل ليها. ولما يبقى عندي البروف ممكن اتكلم عن الحاجات دي. انا بتكلم مينلي على المديتيشن او على التامل الذهني او المايندفولنس مديتيشن، يعني لان انا شخصيا حاسس بفرق، بس انا محتاج ان انا اقيس بقى. يعني انا حاسس ان انا بقيت اهدى لما ابتديت اعمل مايندفولنس مديتيشن، هل ده حقيقي ولا مجرد انطباع شخصي مش مدعوم بارقام؟ فدي حاجه انا هحاول اقيسها الفتره الجايه. وانا اتمنى برضو ان اي حد مهتم ان هو يصلح من نفسه وشايف ومتخيل او معتقد ان الصيام ده ممكن يكون وسيله ان هو يبقى احسن، مع ان ما فيش اي دليل عليه ولا علمي ولا دليل من النصوص والتراث الديني على الكلام ده، بس ممكن يجرب ان هو هيصوم وبعد كده يشوف هل هو الصيام ده فرق معاه في سلوكياته ولا لا، وفي صحته، لأن الصحة مهمة جدا يا جماعة. أنت لما تبقى تعبان أو عندك مشاكل دي بتأثر على سلوكك وبتأثر على حياتك عامة يعني. بس كده، أنا ما أعرفش إذا كنت طولت ولا لأ في الموضوع ده، بس هو موضوع أنا أتمنى إن الناس اللي هي بتعمل أي حاجة كعادة يعني عندها إنها تفكر في العادة دي، هل العادة دي مفيدة ولا العادة دي ممكن تكون مضرة وبتضرك وبتضر المجتمع. بس كده، ده كل اللي أنا كنت عايز أقوله، ونشوفكم على خير في فيديو تاني وموضوع تاني. سلام.